السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حياتنا. مواضيع متنوعة راح نقدمها لكم اليوم أنا وزميلي سلمان. سلمان مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وسرور أخوي حسن، مسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي حياتنا في قطر وفي كل أنحاء العالم في حلقة الثلاثاء. لنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة مهمة بمواضيعها مشاهدينا الكرام. دائماً وأبداً نحاول أن نواكب كل جديد على أرض دولة قطر من خلال برنامج حياتنا حسن. خلنا نبتدي مع أول مواضيعنا وهو الموضوع الأهم واللي يشغل بال المجتمع القطري وهو المدارس، حيث تواصل المدارس الحكومية تسلمها الكتب الجديدة الخاصة بالعام الأكاديمي الجديد 2020-2021 من مخازن وزارة التعليم والتعليم العالي لتكون جاهزة للتوزيع على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة. أكيد أخوي حسن، ويتم تسليم الكتب مشاهدي الكرام للمدارس وفقا لجدول محدد، وذلك بعد أن أتمت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي، أتمت من تنقيح المناهج الدراسية المطورة لجميع الصفوف واعتمادها وتجهيزها للطباعة. جميل جدا، يعني سلمان شفنا الكتب على الشاشة، ترجع أيام الدراسة أول يعني ذكريات جميلة. ما هي أحلى ذكريات كانت لك في المدرسة ما تنساها؟ تدري حسن، الكتب وقت التسلم ممكن هالمشاعر تفقون فيها معاني المشاهد الكرام لها ريحة معينة، في 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 ذكريات معينة مع ريحة الكتب في أول يوم. نتمنى التوفيق أكيد لكل طلابنا في بداية العام الدراسي، أكيد تحديات كثيرة، ظروف مختلفة، ولكن أنتوا قدها وقدود. بالتأكيد. وخلنا سلمان نطلع لموضوع آخر وإنجاز آخر، حيث انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من تنفيذ الأعمال الرئيسية لتطوير شارع أم الدوم ومعيذر والعنابي بطول إجمالي 6 كيلومترات أمام الحركة المرورية. مشاهدي الكرام، هذا بالإضافة إلى 3 تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة وفتحها بالكامل أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تطوير شارع أم الدوم بمنطقة معيذر. وتعتبر شوارع أم الدوم ومعيذر والعنابي التي تم تطويرها من أهم الشوارع التجارية والحيوية وأكثرها ازدحاما بالمنطقة، بالإضافة إلى المنشآت العمومية والمدارس التي تخدمها هذه الشوارع. مشاهدي الكرام، وبعد دراسة الوضع المروري في هيئة الأشغال العامة أشغال للمنطقة، وجدت أن أفضل الحلول هي تحويل حركة السير بشارع أم الدوم ومعيذر إلى اتجاه واحد، وهو ما أسهم بالفعل في تحقيق سيولة مرورية. نعم بالتأكيد، وستقوم أشغال في المستقبل القريب بتنفيذ مشروع آخر لخدمة المنطقة وربط شرعي أم الدوم ومعيذر من خلال تطوير الشوارع الفرعية الرابطة بينهما لتقليل زمن الرحلة بين الشارعين. مشاهدي الكرام، في إطار تشجيع الصناعة المحلية تم استخدام المصادر المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل أنابيب الصرف الصحي والصرف المياه السطحية ومياه الأمطار، هذا بالإضافة إلى أعمدة ومصابيح الإنارة، حيث وصلت نسبة المكون المحلي إلى 65% من أعمال هذا المشروع. جميل جدا، يعني هذا المشروع يعني شارع أم الدوم ومعيذر، ما ادري سلمان اذا انت تجي صوبنا هناك صوب ريان ومعيذر والامور هذه كلها، الشارع هذا يعني مزحوم جدا بطريقه ما تتصور. اليومين اللي طافوا تم الافتتاح ولله الحمد، يعني الشارع صار رحب اكثر، الواحد يمشي فيه يعني براحه اكثر، يعني نفس ما قالوا باقي بس الخطوط الفرعيه اللي توصل بين الشارعين وان شاء الله تزيل الامور، واهم شيء بعد هذه التعديلات خلاص ما عاد في لا مياه امطار ولا شيء ولا حاجه، فالله يوفقهم ويعطيهم العافيه اشغال. اكيد حسن، احنا نوجه رساله شكر لهيئه الاشغال العامه اشغال على هذه الجهود، والاهم هو تشجيع دائما وابدا الصناعات المحليه في هذه المشاريع الكبرى. مشاهدي الكرام، مع الفنادق ذات النجوم المختلفه التي تناسب جميع الفئات والمرافق ذات المستوى العالمي والمراكز التجارية وعروضها التي تناسب جميع شرائح المجتمع والقلاع التاريخية المختلفة، تنتعش السياحة الداخلية في قطر. نعم بالتأكيد أخوي سلمان، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات الممتدة على سواحل قطر والكورنيش ولؤلؤة قطر ومنتزه إسباير سوق واقف وغيرها من الأماكن السياحية والترفيهية والثقافية مثل المتاحف المتنوعة كتارة
التي تستقطب السياح من كافة فئات المجتمع. مشاهدينا الكرام، هذه المرافق تعزز السياحة الداخلية في قطر وتوفر للجمهور وجهات مختلفة مع تطبيق معايير برنامج قطر النظيفة في الفنادق، والذي أطلقه المجلس الأعلى للسياحة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء على حد سواء. ولله الحمد جميع الجهات تتعاون إلى أقصى حد لتطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله تعالى. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي. شيئا فشيئا بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، وفتحت أمامنا تلك الأبواب التي غلقت بسبب جائحة كورونا لشهور متواصلة، وحرمنا فيها من ارتياد الأماكن التي نقضي فيها أوقاتنا المميزة برفقة الأهل والأصدقاء. الفنادق والمنتجعات السياحية كانت هي الملاذ الآمن لكسر تلك الأجواء التي فرضتها فترة الحجر الصحي، وقد توجه إليها المواطنون والمقيمون لقضاء فترة الإجازة الصيفية ضمن تجربة مميزة للضيافة العربية الأصيلة وفق المعايير السياحية العالمية، مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية الموصى بها من وزارة الصحة العامة. ومع تخفيف إجراءات الرفع التدريجي، شهدت المطاعم حراكاً متزايداً لاستقبال مرتاديها، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام الكامل بالسعة المحددة لكل مطعم ومسافة التباعد الاجتماعي بين الطاولات، بجانب إبراز تطبيق احتراز عند الدخول لضمان سلامة الجميع. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام وإلى موضوعنا التالي، حيث أعلنت جامعة قطر عن تفاصيل مشروعها العلمي الجديد المتمثل في موسوعة المفردات الخليجية ودلالاتها الاجتماعية، مدخل لغوي ثقافي سوسيولوجي الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. تدري أنا مو قادر أقول هالاسم زي ما طلع من عندك. وتهدف الموسوعة مشاهدينا الكرام إلى تحويل المفردة الثقافية ذات الخصوصية الخليجية إلى مدخل علمي لتناول الظاهرة الاجتماعية في الخليج، ليتيح للباحثين عموما أدوات علمية في التعامل مع الظاهرة الاجتماعية المرتبطة بتلك المفردة. مشاهدي الكرام، كما تتيح للباحثين غير الخليجيين القدرة على التفاعل مع الظاهرة الاجتماعية الخليجية وصفاً وتفسيراً وتعليلاً وتنبؤاً. وستكون الموسوعة عوناً للباحثين الاجتماعيين والمهتمين بالتراث الثقافي والمتخصصين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، لا سيما من خارج منطقة الخليج. مشاهد الكرام، تحرص جامعة قطر على إنجاز هذا المشروع غير المسبوق وفقاً لأعلى المعايير العلمية. حسن، جامعة قطر على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى هذه الموسوعات تقطع شوط كبير أمانة، ونقلة نوعية غير مسبوقة في هذه الإنجازات، وأكيد كلها تصب في المصلحة العامة الثقافية عندنا في دولة قطر. نعم بالتأكيد، جامعة قطر هي جامعتنا الوطنية ودائما تقدم الجديد من خلال هذه الأفكار والطروح البحثية التي تقدمها، يعطيهم مليون عافية. سلمان، خلنا نطلع شوي من جامعة قطر إلى موضوع آخر وهو موضوع الفلك، حيث طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون بدار التقويم القطري، فإن غرة شهر محرم لعام 1442 هجريا ستكون يوم الخميس الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، وهو ما يوافق بداية العام الهجري الجديد. مشاهدينا الكرام، سيولد هلال شهر محرم لعام 1442 هجريا صباح يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أغسطس غدا، وهو يوم التحري، وذلك عند الساعة 5:42 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي. وبالطبع تعتبر دار التقويم القطري أهم المؤسسات التي تزودنا بالحسابات الفلكية الدقيقة والظاهر
والظواهر الطبيعية من خلال أحدث الأجهزة والمعدات وتزويدنا بكل جديد حول هذه الجهود لدار التقويم القطري. نتابع هذا التقرير ومن بعده لنا عودة أخرى مع ضيفنا الكريم. تحديد التاريخ الزمني، المناسبات والأحداث الدينية أمور تبرز أهمية وجود دار للتقويم لتشكل موسوعة دينية وثقافية. دار التقويم القطرية مؤسسة خاضعة لأحكام القانون، أسست لغرض إعداد التقويم القطري والإشراف عليه ومنح حقوق الطبع والنشر والتوزيع للغير من مواقيت الصلاة وبدايات السنوات ونهايتها ومواعيد البروج والطوالع وفصول السنة ومواعيد الزراعة وغير ذلك من مواده الأساسية التخصصية. تقوم دار التقويم القطري بمتابعة ورصد الظواهر الفلكية باستخدام أحدث الأجهزة. مع بداية العام الهجري الجديد تستعد دار التقويم القطري لإطلاق تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية تطبيقاً لسياستها الجديدة في تطوير وتقريب خدماتها من الجمهور. تطبيق التقويم القطري سيكون متاحاً للجمهور على أجهزة أندرويد وأبل بشكل مجاني ابتداءً من يوم الخميس القادم، ويتميز التطبيق بالمزج بين أصالة المحتوى وعصرية التصميم لتجسيد روح ورسالة دار التقويم القطري، إذ يقدم المواد الأساسية التي تهم كل مسلم ليكون له خير رفيق ودليل طوال العام. مشاهدي الكرام، تطبيقا لسياساته الجديدة في تطوير وتقريب خدماته من الجمهور، يستعد دار التقويم القطري لإطلاق تطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية مع بداية العام الهجري الجديد. حسن، نعم، الجدير بالذكر أخوي سلمان أن هذا التطبيق يتميز بالمزج بين أصالة المحتوى وعصرية التصميم. والحديث أكثر عنه وعن الرسالة التي سيبثها يسرنا نستضيف المهندس فيصل أنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم. حياك الله معنا من استديوهاتنا في دحيل. بداية يعني مهندس فيصل، خلنا نتكلم عن هذا التطبيق الجديد الذي أطلقتموه من دار التقويم القطري على الأجهزة الذكية. يا هلا وسهلا، مساك الله بالخير أخوي حسن، مساك الله بالخير أخوي سلمان. نشكر لكم ونشكر تلفزيون قطر هذه الاستضافة الكريمة. اسمحوا لي في البداية أن أعرج سريعا على الأرضية التي يقف عليها التقويم القطري. التقويم القطري أسس منذ العام 1951، أي منذ تقريبا 70 سنة، وكان محاولة يعني خلنا نقول أنها متواضعة من الشيخ إبراهيم الأنصاري مع مجموعة من المتطوعين من أهل الخور. كانت في البداية بمحاولة يدوية، كتاب تكتب يدويا وتجمع الأوراق وتوزع يدويا. ما لبث المشروع أن كبر حتى عام 1957 أمر حاكم قطر آنذاك الشيخ علي بن عبد الله بطبع التقويم على نفقة الدولة. ومنذ تلك اللحظة كانت الانطلاقة الحقيقية أو الانطلاقة الكبيرة التي انتشر معها التقويم بآلاف النسخ. من المستغرب أن التقويم الصادر في 1957 والذي نملك نسخة منه، عندما تطلع عليه يعني تتوقع قبل أن تنظر إليه أنك سترى مجرد جدول فيه مواعيد الصلاة وحسب وبدايات الشهور. تتفاجأ أن التقويم هو عبارة عن مادة ثرية. من ذلك الوقت أسس للتقويم أن يكون مادة للأحاديث النبوية، للشعر، للفوائد، للنوادر، ليس ذلك فحسب، بل ولدخول الأنواء والأبراج والاستفادة من ربطها بمواسم الزراعة ومواسم الصيد. هذا فيما يخص الأرضية التي يقف عليها التقويم القطري. بالنسبة للتطبيق، إطلاق التطبيق كان يعني يمر بكذا تحدي. عندنا عنصرين أساسيين، عندنا الشكل والتصميم، والعنصر الثاني اللي هو المضمون. بالنسبة للتصميم كان التحدي يبدو في المزج بين عناصر تبدو في ظاهرها أنها متناقضة، فكيف سيكون تصميم التطبيق بسيط ومختصر وفي نفس الوقت يجب أن يحوي تعقيدات الأرقام وكثرتها.
كيف سيكون التصميم حديث وعصري وفي نفس الوقت يجب أن يكون يعكس الأصالة وقدم التقويم والهوية القطرية؟ كيف سيكون التصميم يعني مقتصر على مساحة الهاتف الذكي المحدودة ويعرض الكم الكبير الذي تم إيداعه داخل التصميم؟ أعتقد أن يعني تم الوصول إلى تصميم لا بأس به، ندعو الجميع للاطلاع والتقييم، ونحن يعني ننتظر بشغف تقييم أهلنا في قطر لهذا التصميم ابتداء. أكيد أخي فيصل، ما شاء الله أخذتنا في لمحة تاريخية عن التقويم القطري، وأيضا وصولكم اليوم إلى هذه النسخة المحملة على الهواتف الذكية. ولكن لو نتطرق عن سياسة دار التقويم الجديدة الخاصة في تطوير الخدمات وتقريبها أكثر بالنسبة للجمهور لتعم الفائدة بشكل أكبر. أخوي، يعني نعي أن من أهم أسباب نجاح التقويم القطري ليس في قطر فقط، في المنطقة، هو انتشاره. الانتشار في السنوات السابقة كان مرتبط بالنسخ الورقية، وكان هناك اجتهاد كبير ومشهود لدولة قطر في نشر التقويم على كافة يعني العواصم الخليجية وبتوقيت مكة والمدينة، والنسخ موجودة وشاهدة على هذا الشيء. ولكن في العقود الأخيرة طبعا صار هناك تحرك وتغير في طرق الاتصال والتواصل والتأثير. قبل تقريبا 25 سنة تم إنشاء موقع إلكتروني للتقويم القطري، ما لبث أن يتجاوزه الزمن إلى أن جاء الوقت. حاليا بشكل متزامن تم إنشاء حساب على تويتر وحساب على إنستغرام. على فكرة حساب تويتر جدا ثري، وأنا يعني أدعو الجميع خصوصا لمن أراد أن يستزيد أن يتابع حساب تويتر، عندنا إحنا كل يوم مادة ثرية. وأيضا جاء يتوج هذا العمل التطبيق يعني من باب يعني نذكر الشيء أنه لله الحمد تم تقديم موعد الإطلاق. نعم إحنا في الأساس كان موعد الإطلاق في واحد محرم، ولكن بما أن صارت لله الحمد في جاهزية للإطلاق، وايضا تسهيلا لان يدخل العام الهجري والناس قد يعني استعدوا للتطبيق وعرفوا تفاصيله وتعودوا على يعني محتواه، فتم الاطلاق ابتداء من هذا اليوم يوم الثلاثاء 18/8 ولله الحمد. جميل جدا، اذا اليوم هو الانطلاق الرسمي لهذا التطبيق، نتمنى لكم كل التوفيق مهندس فيصل. لكن خلينا نتكلم، تكلمت انت على ارضيه التقويم القطري، اسباب اطلاق هذا التطبيق، يعني تصميمه، محاوله يعني المزج ما بين الماضي الجميل والحاضر المشرق. خلينا نتكلم عن يعني ما هو محتوى هذا التطبيق، ما هي الخدمات التي تقدمه، كيف سيساهم او يساعد مستخدمي هذا التطبيق في المستقبل. انطلاقا من الأرضية اللي تكلمنا عنها، حاولنا دائما أن نجعل التقويم مصدر لمعلومات متنوعة تهم الإنسان في يومه. فلو نتكلم عن التقويم ينقسم إلى صفحة رئيسية وصفحات فرعية، 11 صفحة فرعية. الصفحة الرئيسية لو اطلعت عليها لن تجد فيها فقط مجرد تقابل التاريخ الميلادي بالهجري ومواقيت الصلاة، ستجد فيها مثلا شيء يسمى بالمواسم. عندنا احنا 365 يوم، فيها 365 موسم، كل يوم موسم لشيء، اما موسم لزراعة محصول معين، او موسم لصيد نوع معين من السمك، او موسم لدخول جو معين من الرياح أو رطوبة أو إلى آخره. هذه تهم الإنسان في يومه. كذلك عندنا فقرة خاصة أو رابط خاص بالظواهر الفلكية خلال العام، وهذه تأتي في يعني جهود التقويم القطري لربط الإنسان بالثقافة الفلكية وتنمية الثقافة الفلكية بالمجتمع. إذا بنتكلم أيضا أكثر، نتكلم عن المحتوى اليومي. المحتوى اليومي اللي هو نقصد فيه كل يوم في حكمة أو حديث أو موعظة أو بيت شعر. صحيح. هذه كلها يعني عفواً أيضاً بالإضافة إلى شروق وغروب القمر، هذه كلها الأشياء في الصفحة الرئيسية. إذا انتقلنا للصفحات الفرعية راح نجد بعض الأمور تعتبر تقليدية، مثل يعني مثلاً اتجاه القبلة، مثل موافقات التواريخ، ولكن سنجد أيضاً أشياء غير تقليدية. يعني مثلاً عندي أنا شيء اسمه التقويم الدائم،
وهو مواقيت الصلاة أبد الدهر، من الآن إلى أبد الدهر، مربوطة بالتاريخ الميلادي. أيضا عندي الإجازات الرسمية والإجازات الأكاديمية. هذه الصفحة الفرعية ستوضح لك ما هي الإجازات الرسمية في الدولة من أعياد ويوم وطني ويوم رياضي، وما هي الإجازات الأكاديمية سواء لوزارة التعليم أو لجامعة قطر. جميل. أنا يعني ما ودي أطيل على الأخوة المستمعين والمشاهدين، لكن يعني التصفح في التطبيق أنا أعد يعني من يستمع ويشاهد أنه سيتفاجئ يعني مفاجآت إيجابية بإذن الله. فيصل، يعني ممكن إحنا ارتبطنا بالنسخة الورقية وبالحكم والأحاديث اللي كانت موجودة في أسفل الصفحة، لكن يعني أنا متأكد أن التقويم هذا الإلكتروني راح يكون نقلة نوعية جدا في عالم التقويم. الكلمة اللي حاب توجهها لمشاهدي برنامج حياتنا تدعوهم فيها لتحميل هذا التطبيق؟ أنا الله يسلمك عندي كلمة مقسمة إلى ثلاثة أقسام لو سمحتي. تفضل. أول حاجة أنا ودي أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا التطبيق. لا يفوتني أن أشكر المؤثرين في السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي. أخوي، إحنا اليوم لله الحمد عندنا مؤثرين يرفعون الرأس. إحنا يعني لم نتفاجأ عندما أصر كل المؤثرين أنهم يقومون بهذا الحملة مجانا، وهذا إعلام من التقويم القطري أن كل مؤثر قام بترويج هو لم يتقاضى أي شيء غير الشكر والثناء، فلهم كل الشكر ومقدرين جدا جهودهم، بيض الله وجههم. يستاهلون مبغريب على عيالنا. اي والله، ونشكر ايضا اهل قطر، ويعني اهل قطر مواطنين ومقيمين اللي يعني احتضنوا هذا التطبيق ويعني بدا التفاعل معه سريعا من لحظه الاطلاق. هذه الله يسلمك الكلمه الاولى. الكلمه الثانيه، احب ان اقول للمجتمع القطري هذا التطبيق منكم واليكم، وهو عمل بشري، لابد ان يكون فيه بعض الملاحظات، بعض يعني التطوير، بعض الدعوه الى التعديل، لان احنا الله يسلمك في نيه للتطوير الدائم، سنكون ان شاء الله بشكل دائم يعني نحاول ان نطور هذا العمل باذن الله. الكلمه الثالثه الله يسلمك، ادعو المجتمع للاستفاده من يعني مشاريع او من خطط دار التقويم القطري. دار التقويم القطري بدات السنه الماضيه بمشروع لتنميه الثقافه الفلكيه عن طريق الدورات المجانيه. كان خطتنا السنه الماضيه نطرح دورات مجانيه ل 200 متدرب. للاسف جائحه كورونا يعني قطعت الخط علينا وعلى الكثير، تمكننا من يعني تدريب 100، ولكن احنا ان شاء الله السنه هذه اذا يعني الله سبحانه وتعالى يسر لنا نطمح الى تدريب 300 متدرب في الدورات الفلكيه مجانا من الذكور والاناث، وهذه دعوه للجميع. ستكون ان شاء الله الدورات متاحه باذن الله من نهايه شهر 9. كيفيه التسجيل لهذه الدورات؟ احنا الله يسلمك سنعلن عنها، لان نحن في حاله ترقب بسبب الاحوال الراهنه. في نتوقع وحسب الخطة أنه في منتصف شهر 9 سنتواصل عن طريق يعني حساباتنا كلها، سنعلن عن المواعيد التسجيل وطريقة التسجيل والآلية كلها، على أمل إن شاء الله أن تنطلق الدورات في نهاية شهر 9 بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق والسداد فيما تقومون به في دار التقويم القطري. إذن كل الشكر للمهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمجمع الشيخ عبدالله الأنصاري للقرآن الكريم، شكرا على ما تقومون به، شكرا جزيلا لكم. ألف شكر. يعطيهم الصحة والعافية، جهود واضحة. ندعو السادة المشاهدين لتحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية. مشاهدينا متواصلين معكم فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج حياتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. تنتشر العديد من الأمراض الموسمية المرتبطة بفصول السنة، خصوصا في فصل الصيف، حيث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة
في هذا الفصل الطويل حسن. ومن أبرز هذه الأمراض ما يصيب العين بأشعة الشمس وحرارتها، إضافة إلى عدم معرفتنا الكافية بأهمية الوقاية منها والحفاظ على سلامتها من الحرارة والغبار والأتربة التي تتزايد في هذه الفترة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي ولنا عودة مع ضيفنا الكريم. بين ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وانتشار الغبار وزيادة وتيرة استخدام المكيفات وارتياد الشواطئ والمسابح، تصبح العين عرضة للضرر وللإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية، ويؤدي عدم الاعتناء بها إلى زيادة فرص إصابتها بالأمراض المختلفة. من أهم الأمراض التي تصيب العين خلال فصل الصيف التهاب الملتحمة، حساسية العين، الرمد الربيعي، وتهيج العين وجفافها. لا شك بأن هذه الأمراض تشكل مصدراً للإزعاج والألم، ولكن بإمكاننا تجنب الإصابة بها باتباع النصائح التالية: عدم تعريض العين مباشرة للأشعة فوق البنفسجية، ووضع نظارات شمسية عالية الكفاءة، تجنب مشاركة الأدوات الشخصية كالمناشف وأغطية السرير التي قد تنقل العدوى من شخص لآخر، الاهتمام بنظافة العين وغسلها بالماء جيداً، وكذلك غسل الأيدي بالماء والصابون، عدم الجلوس أمام الشاشات لفترة طويلة منعاً لزيادة الجفاف، تجنب مشاركة مستحضرات التجميل، استخدام نظارات مناسبة عند السباحة، تجنب الخروج من المنزل في الأجواء المحملة بالأتربة، تفادي فرك العين الذي يزيد من فرط التحسس، استخدام قطرات مرطبة للعين، وزيارة طبيب العيون، وعدم استخدام أي علاج دون استشارة طبية. مشاهدينا الكرام، قد نهمل أحياناً بعض الأعراض التي تظهر على العين والتي تتحول بشكل سريع إلى مشاكل خطيرة وتنقل العدوى تدريجياً بين الكبار والصغار. مشاهدينا الكرام، راح نتكلم أكثر عن هذه الأعراض وأمراض العيون في فصل الصيف. سعيد أن يكون معنا في هذه الفقرة الدكتور توفيق صالح ذيبان، وهو استشاري طب وجراحة أمراض العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. دكتور، مسي عليك بالخير ونسعد بتواجدك في الاستديو. اهلا وسهلا، الله يفتح عليك. تفضل دكتور. في البدايه خلينا نتكلم عن اهم امراض العيون في فتره الصيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بالنسبه للصيف هو عنده فعلا يعني امراضه الخاصه، يزورنا حراره ويزورنا مرضا. فمن ضمن الامراض التي تصيب العين وهي خاصه شائعه بالصيف هي امراض الحساسية، أمراض الجفاف، أمراض الالتهابات الملتحمية، أمراض التهابات الأجفان، أيضا بعض الأشياء التي تصيب القرنية من جفاف القرنية. هذه أمراض الشائعة التي تصيب في الصيف بالذات. جميل دكتور، يعني أنت عارف طبعا العوامل الجوية اللي موجودة عندنا. نعم. من الغبار، من ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة الصيف، لكن أساليب الوقاية من كل هذه العوامل والحفاظ على صحة وسلامة العين. هناك طرق كثيرة للوقاية منها، أهمها أنك الذي يصاب بجفاف العين عليه أن يستخدم بعض القطرات المرطبة، لأن العين هناك دمعة معينة داخل العين يجب أن تحافظ على مقدارها تماما في فصل الصيف. لكن أولا يجب عليك أن تتجنب وقوعك أمام الصيف فترة طويلة، أمام أشعة الشمس فترة طويلة، يجب أن تبتعد عن الحرارة الزائدة، يجب أن فإذا اضطررت لبعض المواقف أن تبقى فيها فستصاب بعض الأشياء. الذي أريد أن أنبه له أكثر أن هناك من بقي كثيرا أمام الشمس فترة طويلة، هناك أشعة تدخل إلى العين من الشمس، إذا استمرت للرؤية فترة طويلة هناك أشعة بنفسجية تنقسم جزئين، أشعة بنفسجية تدخل إلى شبكة العين فتصيب العين ببعض التصبغات أو بعض الالتهابات في الشبكية، وأشعة أخرى هي خارج تمتص العين من خارج فتصيب القرنية بالجفاف، وتصيب العدسة بالعتامة اللي هي البيضاء، وتصيب الأجفان أيضا ببعض الالتهابات والجفاف. فهذه الأشعة يجب أن كيف نقي أنفسنا منها؟
تلبس نظارة شمسية باستمرار، لا تعرض نفسك للشمس المباشر لوجهك، أن تشرب كثيرا من السوائل ضروري، المهم المياه كثيرا في الصيف يجب أن تشربها بشكل عام يعني سواء لجسمك أو لعينك، أن تستخدم القطرات المرطبة باستمرار إذا شعرت بالجفاف، أن تبتعد عن مكان التحسسات زي الدخان زي الغبار زي الأتربة زي الرياح الشديدة، تحاول تجنب نفسك قدر ما تستطيع منها، وتلبس نظارة الشمس، هذه مهمة جدا في الحفاظ ووقاية العين من بعض أمراض التي تصيبها في الصيف. جميل جدا دكتور، يعني خلينا نتكلم عن بعض الفئة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين ويستخدمون العدسات اللاصقة، يعني المرضى، أنا ما أتكلم عن أخواتنا النساء اللي يستخدمونها للتزيين، لا أنا أتكلم عن الأشخاص المضطرين على استخدامها لتساعدهم على النظر واستخدامها في أوقات طويلة. حتى للذين يستخدمونها للتجميل برضو لهم نصائح برضو حتى يحافظ على عينهم، لكن بالنسبة للناس اللي مضطر للبسها مثل عند إنسان ضعف النظر شديد لا يستطيع أن يلبس نظارة، فإذا كانت العين تتحمل لبس العدسات اللاصقة ولا تؤثر احمرار ولا ألم ولا تشعر بشيء داخل زي السنسيشن فورفورمبدي يعني تحس أن عندك جسم غريب داخل، يستحسن أنك أولا تلبسها أوقات محددة، مثلا لا تلبس شيء 24 ساعة، حاول تعمل لك البديل، تعمل نظارة عند الضروري والعدسات اللاصقة عند عملك عندما تخرج للمجتمعات إلى آخر شيء. اثنين، لا تنام فيها وهي مركبة، ممنوع منعا باتا أن تنام. ليش؟ أولا العدسة أنت نايم لا تعرف حركة العين كيف تحصل، ممكن تلتف على العدسة هي رطبة وتدخل في الجيف لا تستطيع أن تخرجها تشعر بشيء كذا. الشيء الثاني، وجودها 4 ساعات أو 6 ساعات وانت نايم بعينك تعمل على عملية تخفيض تغذية القرنية، القرنية بتغذى عبر إيش؟ تعرف القرنية هي شفافة جدا ليس فيها توعية دموية حتى تتغذى، فمن ماذا تتغذى؟ عن طريق الانتقال بين الخلايا وعن طريق النتح الخارجي، فإذا تغطيتها وكتمت على نفسها طول هذه الفترة فتصاب العين أيضا بشيء من الثاني هناك التهابات تسمى التهابات القرنية الملتحمية بسبب العدسة إذا طولت لبس العدسات اللاصقة، هذا بالناس اللي مضطر أن يلبسها يعمل بعض الوقايات ويعمل بعض المرطبات الخفيفة حتى أثناء لبسك تلبس تضع بعض القطرات. أما الأخوة الذين يلبسوها للتجميل الخوات أخواتنا نعم والأخوات اللي تلبسها فأنصحهم أنه لا يطولوا فترة لبسها، إذا كانت فترة فقط أثناء الحفلة مثلا أو عرس أو شيء تلبسها ساعتين ثلاث لا مانع إذا لم تشعر بأي ألم بالعين، أما إذا لبستها وشعرت بألم بالعين صح تنسحها مباشرة على طول تنزحها. تفضلت دكتور في أكثر من مرة وأكدت على موضوع القطرات الخاصة بالعين، نعم. لأي شخص يتعرض على درجات الحرارة العالية، في ناس تسأل عن أنواع القطرات، كل الأنواع اللي موجودة في الصيدلية ولا ينتظر وصفة طبيب خاصة بنوع من أنواع القطرات اللي هي تسمى المنعشة هذه، نعم. حق العين المنعشة أو المرطبة، على العموم هي أنواع كثيرة مرضى، في مرطب خفيف يحتوي على فقط نوعا من الماء المعقم، وفي قطرات تحتوي على معقم بالإضافة إلى بعض الأشياء اللزجة التي تساعد في عملية حفاظ العين على مادة الدهنية في العين، فأنواعها يعتمد على مقدار الجفاف، فإذا كان جفاف خفيف نكتفي بالقطرات اللي يسمى ريفريش أو شيء اللي موجودة في الصيدليات موجودة في الصيدلية في كل مكان، والذي عنده أكثر درية في الجفاف نعطيه نوع من القطرات اللي فيها نوع من اللزوجة التي تبقى فترة أطول داخل العين، والذي عنده أكثر جفاف مرحلة كثيرة نعطي كمان بجانب القطرات اللزجة نعطي أيضا مرهم قبل النوم. فالذي وصلت معلش دكتور احنا راح نواصل معاك أسئلتنا وياك، لكن عذرنا مع السادة المشاهدين راح نطلع معاكم في هذا الفاصل ومن بعده نواصل أسئلتنا ومعلوماتنا مع الدكتور توفيق صالح، خلونا نطلع.
رجعنا لكم من جديد مشاهدي الكرام، ونرحب فيكم مرة ثانية، ونرحب أيضا بضيفنا في الاستديو الدكتور التوفيق صالح ذيبان مرة أخرى. دكتور، كنت تكلمنا عن الأمراض اللي تصيد العيون أثناء فترة الصيف من ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الغبار، ولكن بالنسبة اللي عملوا عمليات لتصحيح المسار أو عمليات اللي معروفة بالليزك وأيضا الليزر، وضعهم خلال فترة الصيف، الرعاية الخاصة اللي لازم تكون لهم على عيونهم خلال هذه الفترة. طبعا عملية الليزك هي أصلا تجرى في أي مكان في العين، تجرى في القرنية. القرنية هي الـ 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 الواجهة الأمامي والدفاع الأول الذي يتعرض للأشعة، يتعرض للضوء، يتعرض للغبار. فإذا لم يكن هناك حفاظ شديد على القرنية بعد الليزك ربما يحصل التهابات في القرنية، ممكن يحصل يعني إعادة انتكاس في القرنية. ومن أهم العلاجات برضو أعيدها وأكررها مرة ثانية، حتى أطباء الليزك والذين يعمل ليزك أول ما ينصح المريض عادة يقول له اعمل قطرات الترطيب بعد العملية، اعمل قطرات أيوة حتى يصل لمرحلة السنة وأنت تعمل القطرات. صح. ما في مشكلة يعني وكل ما زدت ما في مشكلة، مش تقتصر على قطرة قطرتين ثلاث أربع، ممكن تعمل حتى من واحد قطرة في اليوم حتى مئة قطرة في اليوم، يعتمد على ما شعور أنت، ممكن تعملها مرتين ثلاث أربع خمس ست مرات ما في مشكلة. يعني ما لها أثر ما لها أثر جانبي، قطرات الترطيب ليس لها أثر جانبي ولكنها مفيدة جدا لترطيب سطحية الشبكة فالقرنية عفوا. بالتالي أصحاب الليزك طبعا مشاكل الليزك كثيرة، لكن أهم نقطة فيها بعد العملية أن يحافظ على رطوبة وحياة القرنية. جميل جدا، حافظ على رطوبة القرنية عندك. دكتور، يعني تكلمنا عن الأمراض وأهم الأمراض للعين في فصل الصيف، خلنا نتكلم عن ما هي الأمراض الانتقالية ما بين العيون. يعني خلنا نتكلم، يعني الواحد يسمع مرض انتقالي ما بين عين وعين، شلون؟ صحيح، هو نوع أنواع الالتهابات التي تصيب العين، التهابات اسمها التهابات الملتحمة، وهي أنواع، في التهابات فيروسية، في التهابات بكتيرية، وكلها تنقسم في التهابات بكتيرية معدية والتهابات فيروسية معدية، وفي ما هو غير معدي. فالالتهابات هذه عبارة عن طبقة الملتحمة، هي طبقة غشاء تغطي الجزء الأبيض في العين، هذه التي تصيب الملتحمة بالالتهابات. هذه الالتهاب إذا حصلت بكتيريا وخرجت الشيء زي يسموه الرمد، في رمد منتقل أول ما تحصل كنتاكت مع مريض آخر ينتقل. الالتهابات الفيروسية برضو تحصل واحد أصيب في الأسرة، كل الأسرة سيأتي العيادة، كل الأسرة سيأتي العيادة، لأن الالتهاب الفيروسي تنتقل عبر الكنتاكت، أي المواد يدك لمستها قبلت أخوك وهو مصاب ستصيب أيضا، هاي اسمها التهابات فيروسية. أيضا التهابات البكتيريا نوع منها يعمل عداء، فالأفضل إذا حصل التهابات لأي واحد في الأسرة أو أن يجتنبوه فترة معينة حتى في بداية حدة المرض، هو الذي ينتقل أثناء حدة المرض. كيف ينتقل دكتور؟ عبر الكنتاكت. شلون التواصل؟ مثلاً باللمس يعني؟ مثلاً أنت مثلاً عندك التهابت عينك اليمين فحكتها ومسحت الثانية نقلت على طول. أنت أخوك الصغير مثلاً قبلته أو قدمته إلى عينك، ممكن تنتقل عبر ذلك. المواد تبعه أو اللمس يده أو مثلاً المنشفة إذا استخدمها اثنين مسح ولا وجهه وأنت مسح بعدها على طول برضو تنتقل. فهذه أشياء تنتقل بسرعة الالتهابات البكتيريا. دكتور، ختاما في هذه الفقرة، احنا الحديث معك لا يمل واستفدنا استفادات كثيرة، لكن ختاما بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، العناية الخاصة بهم خلال فترة الصيف؟ أصحاب السكري لهم جلسة خاصة المفروض، لكن نصيحة سريعة لأصحاب السكري وهو الفحص الدوري المستمر لا يفتو عنه. يجوز يزورنا، احنا نحبهم كثير أصحاب السكري. اثنين، يجب أن ينظموا السكر، إذا كان السكر منتظم جدا فعينك في سلام، إذا كان السكر منخفض مش مرتفع ونازل هذا سيصيب الشبكية إما بنزيف أو بتخثرات كثيرة في الشبكية أو مياه بيضاء أو مياه زرقاء بسبب السكري. فلكي تحافظ على عينك من أي مرض وأنت صاحب سكري خفض السكري. نصائح خمسة لأصحاب السكري أعطيها لهم يعني بشكل عام. أولا قبل الدواء، الناس بعض الناس يظن أن علاج السكري هو الدواء، لا، قبل الدواء الرياضة، الماء الكثير، الابتعاد عن السكريات، تنظيم الأكل، الابتعاد عن القلق النفسي، والسادس الدواء. الدواء بالإضافة أيضا إذا أصحاب السكري يصيبوا بجفاف أيضا في الصيف بالعين فيستخدموا برضو قطرات قطرات الماء. إذا الحديث معك جدا شيق دكتور توفيق، وحنا سعدنا جدا معك بهذا اللقاء والمعلومات الكثيرة اللي استفدناها وياك، لكن حنا وصلنا للختام. إذن كل الشكر لك دكتور لكم توفيق صالح ذيبان استشاري
طب وجراحة أمراض العيون بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شكرا جزيلا لك. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا لك دكتور. مشاهدينا الكرام، إلى موضوعنا الأخير، وللأسرة الدور الرئيسي في تربية الأبناء ومساعدتهم على اجتياز كافة التحديات بما فيها التحديات التعليمية. حسن، ومع اقتراب بداية العام الدراسي نسلط الضوء على دور الأسرة في هذا الجانب، ويسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الكاتبة والباحثة خولة مرتضوي. حياك الله معانا. يعني موضوع مهم، نبي رأيكم فيه كشخص يعني باحث ومهتم في هذا الموضوع. مساء النور والسرور. كما ذكرت في هذه التوطئة المباركة، أن يعني نحن حاليا على عتبات بداية العام الأكاديمي، هذا العام الذي يحفه الكثير من القلق، ربما التوجس، ربما حول الإجراءات الوقائية والاحترازية مع هذا الوضع أو هذه الجائحة العالمية التي نعانيها جميعا. موضوع التربية موضوع مهم جدا، وربما جانب اهتمامي العلمي والأكاديمي هو في التربية الإعلامية. اليوم المنظومة التعليمية بشكل عام اتجهت نحو التعليم الإلكتروني أو التعليم الافتراضي، وأعتقد أنه هذه من الفرص أو المنح التي وفرتها هذه الجائحة. في المقابل هناك دور كبير كانت الأسرة تلعبه ولا زالت عليها أن تلعبه يدا بيد مع المنظومة التعليمية في المدرسة وفي المعاهد والجامعات وما إلى ذلك. هذا الدور يكون بالتواصل، يكون بالتآزر، يكون بدعم الطفل أو دعم هذا المتعلم وتوفير البيئة التعليمية له ابتداء من المنزل، توجيهه، الحوار معه، إرشاده، وكذلك بالنسبة للنشأ الصغير إعداد نفسيته دخول هذه السنة الدراسية بالشكل المناسب، وكذلك إعداد نفسيته ووعيه كذلك وإدراكه حول الأمور اللازمة عليه في هذه الفترة، ربما كما ذكرت الحساسة، وهي فترة يعني ما زال الوباء منتشر وما زال هناك عدد من الاحتمالات مطروحة حاليا، والأمر سيحسن بإذن الله تعالى كما ذكرت الوزارة في مطلع سبتمبر بإذن الله تعالى. ولكن هي الأرضية هذا شيء مهم، وعليه أن تلعبه مؤسسة الأسرة جنبا إلى جنب المؤسسة التعليمية. أكيد أستاذة خولة، يعني ممكن تطرقتي في حديثك إلى الترقى أو التكنولوجيا التي هي عامل مساعد اليوم وعامل نضطر لاستخدامه خصوصا مع هذه الظروف الراهنة، ولكن كيف ممكن لولي الأمر في المنزل أنه يقنن استخدام التكنولوجيا بالنسبة لأبنائه ويجعلها مفيدة له ويبتعد ابتعاد كلي عن ما يضر في هذه التكنولوجيا؟ أؤمن إيمان تام أنه عملية التربية أساسها عملية محاكاة. الطفل في المنزل يقوم بمحاكاة الكبار الوالدين بشكل لا واعي. عندما يكون هناك نوع من الترشيد ونوع من التوجيهات ونوع من الملاحظات، يلاحظ الطفل في المقابل أن الأسرة لا تقوم بتطبيقه، تقوم على سبيل المثال باستهلاك عدد كبير من الساعات، الوالدين هنا أقصد، عدد كبير من الساعات أمام الأجهزة اللوحية، أمام التلفاز، أمام مختلف وسائل الإعلام. الطفل لا يستطيع أن يأخذ الملاحظة ويقوم بتطبيقها إن لم يكن الكبار على هذه الدرجة من الوعي ومن هذا التطبيق. لذلك من أهم العوامل في موضوع التربية، خاصة ما ذكرته التربية التكنولوجية أو التربية الإعلامية، هي أن يقدم الكبار نموذج واعي ومدرك لهؤلاء الصغار، نموذج فيه تطبيق ميداني، تطبيق فعلي لمخاطر هذه التكنولوجيا، إيضاح عدد من الأمور بحسب طبعا إدراكهم وفهمهم وبحسب حساسية المواضيع التي تطرحها وسائل الإعلام المختلفة، إيضاح أن هذا الجانب إيجابي، هذا الجانب فيه مليء من المحاذير، سلبي جدا. وبناء عليه هذا الحوار الذي يجرى بين الآباء وبين الأبناء، وهذا التطبيق الذي يراه الأبناء من الآباء، يقوم بطريقة لا واعية وبطريقة تراكمية بتنشئة هذا الصغير. هذا الصغير جداً. في هذا المجتمع اليوم لا يقوم
المفهوم لا يتلقى تربيته بشكل مباشر فقط من الأسرة. نعم الأسرة مؤسسة الأسرة هي المصنع الكبير لتنشئة الطفل، ليس فقط تنشئة الطفل إنما تنشئة مختلف الفئات العمرية، ولكن الطفل بما أنه اللبنة الخام التي يمكن أن نزرع فيها الأساسيات، هناك مؤسسات أخرى اليوم تساهم في هذه التربية. من أخطر هذه المؤسسات والتي تحمل الحدين الإيجابي والسلبي هي وسائل الإعلام التي أصبحت تطوقنا في كل مكان. إذن يعني سيدة خولة يعني هذه وسائل الإعلام يجب مراقبتها من أولياء الأمور لأبنائهم. لكن سيدة خولة خلينا نتكلم الآن على موضوع آخر، إحنا مقبلين على العام الدراسي وهو حدث هذا الوقت، كيف يتم الاستعداد بشكل جيد لهذا العام الدراسي من الأبناء والأطفال وأيضا من أولياء أمورهم؟ بداية العام الدراسي تعتبر محطة هامة لكافة الأسر في دولة قطر. كل أسرة، كل كيان أسري لدينا أكيد لديهم فئات عمرية مختلفة ستنتظم إن شاء الله تعالى في الصفوف الدراسية، كانت صفوف واقعية أو افتراضية في الفترة الحالية. أعتقد أن المهم جدا أن يتم تحضير الأبناء نفسيا وجسديا لهذه المرحلة. الأمر هذا يتعدى موضوع أن إحنا نوفيهم متطلباتهم التسجيلية، شراء المستلزمات الضرورية، تفصيل الملابس وما إلى ذلك، إنما من الضروري كما ذكرت تهيئة الطالب للعودة إلى أحضان المدرسة، تهيئة وتقديم كيف نهيئ سيدة خولة؟ كيف نهيئ أبنائنا الطلاب لدخولهم عام دراسي جديد مع هذا الوضع الجديد؟ نعم، عملية الحوار، عملية تقديم المعلومات للطفل بطريقة تراكمية هي من الأساسيات في تقديم معلومات وتقديم أسس معينة للطالب في أي يعني في أي مرحلة تهيئية معينة، كانت دخول مدرسة، تفشي وباء، توعيتهم صحيا، توعيتهم تعليميا. عملية الحوار مع الطفل وليس تقديم التوجيهات ما يجب أن يتم أخذه وما يجب أن يتم تركه، عملية الحوار التي كذلك تقوم ببناء الشخصية النقدية عند الطفل وتقوم كذلك بعملية تقديم معلومات يمكن للطفل أن يجادل فيها، أن يأخذ هذا الطرف ويقوم بطرح عدد آخر من الأسئلة على الآباء. لذلك من المهم جدا أن يتم تهيئتهم نفسيا وذهنيا لدخول هذا العام من خلال الحوار والمناقشة وتحفيزهم بالمكافآت، بأسلوب الثواب قبل أسلوب العقاب. إن فعلت هذا، إن تحصلت على كذا سيكون عقابك كذا، لا، أن يكون الأساس أسلوب الثواب، أسلوب التحفيز، لا أسلوب العقاب. كذلك أذكر موضوع مهم هو موضوع تهيئتهم لهذا التعليم الذي سيتم ربما عن طريق المنصات الإلكترونية، وهي منصات تحتاج كذلك إلى بيئة معينة في المنزل، متابعة كذلك أخرى من الوالدين يدا بيد مع المؤسسة الأسرية. أحيانا كثيرة يحبط الوالدان من النتائج التي يتحصل عليها الأبناء، وهنا ليست المشكلة بشكل عام تكون من الطرف الآخر من المؤسسة التعليمية أو من الطفل، إنما بسبب أن البيئة المنزلية تكون هناك فيها عدد من الثغرات، عدم تواصل الوالدين على سبيل المثال مع الطفل، عدم متابعتهم للفروض المنزلية. والآن إن كان القرار سيكون في بدء العام الدراسي عن طريق المنصات التعليمية عن بعد، هناك دور آخر ومسؤولية أخرى تضاف إلى مسؤولية مؤسسة الأسرة من خلال المتابعة عن بعد. جميل. عن كثب، عن تكون متابعة عن بعد وعن قرب كذلك عن كثب. أكيد. ليتم تحصيل إن شاء الله الأهداف المرجوة لهم، وأتمنى لهم إن شاء الله تعالى بداية عام مدرسي وجامعي مكللة بإذن الله تعالى على جميع بإذن الله تعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. والأهم مثل ما تفضلتي هو مواكبة أولياء الأمور لمثل هذه الأمور التكنولوجية. الكاتبة والباحثة خولة مرتضوي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم في برنامج حياتنا حسن، وإحنا وصلنا تقريبا إلى ختام حلقة اليوم. نعم بالتأكيد، يعني مشاهدينا الكرام اليوم كان مواضيع مهمة جدا، إطلاق تطبيق دار التقويم القطري، أيضا النصائح اللي خليناها من الدكتور توفيق بخصوص العيون، اشربوا ماء
رطبوا العين مهم جدا. ونفس ما قالت الأخت خولة الاهتمام في بداية هذا العام. خلصنا اليوم وصلنا مع المشاهدين لختام حلقة اليوم. مشاهدي الكرام الموعد إن شاء الله يتجدد فيكم بكرة في نفس التوقيت 7:00 على شاشة تلفزيون قطر. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا ومع السلامة. أمان الله.